إذا دخلت المسجد فوجدت الصف مكتملا، فهل أسحب رجل معي أم أصلي في الصف مع الجماعة لوحدي؟ أم ماذا أفعل إن لم أجد سبيلا للصلاة بجنب الإمام؟ أفيدونا جزاكم الله عنا خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، وبعد، من جاء والصف قد اكتمل فإنه يحاول أن يجد له فرجة في الصف ليدخل فيها، فإن لم يجد فإنه يحاول أن يكون عن يمين الإمام، أن يدخل ويكون عن يمين الإمام، كل هذه أوجه شرعية، فإذا لم يتمكن فإنه ينتظر لعله أن يأتي أحد فيصف معه خلف الصف. أما اجتذاب أحد من الصف فهذا لا ينبغي، أولا لأنه يحدث فرجة في الصف، وثانيا أن الحديث الوارد في هذا حديث لا تقوم به حجة، فالاجتذاب من الصف هذا لا ينبغي، وإنما عليه أن يفعل ما يسيع وينتظر إذا لم يتمكن من الدخول في الصف أو عن يمين الإمام إلى أن يأتي من يصف معه. أما أن يصلي وحده خلف الصف فهذا لا يجوز لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، الحديث الصحيح وقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لفذ خلف الصف.